بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي طلاب جريد 6، هاو ار يو توداي؟ اي هوب يو اول ذا بيست. لو عايز تكون كويس معايا في الشيت ده وتحل معايا، فيا ريت تروح تشوف الفيديو بتاع شرح ليسون 1. وقلنا ان احنا عندنا ليسون 1 كان بيتكلم عن حاجه اسمها ديفيزيبيليتي. ايه هي الديفيزيبيليتي؟ اللي هي جايه من كلمه ديفايزر، وقلت لك ان هي قريبه من كلمه ديفايد. ولو انت ما بتحبش الديفايد على طول كنت بتعمل لها ريبليس بمالتيبلاي، فلما تشوف كلمه ديفيزيبل حولها لكلمه ايه؟ مالتي. بيبقى في عندك علامات لكل تيبل، كل تيبل ليها علامه بتاعته. فتيبل 2 لازم يكون النمبر ايفن عشان كل مالتيبلز 2 كلها ار ايفن. علشان اعمل لها ديفايد على 2 فلازم يبقى النمبر ايفن عشان ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه ريميندر. قلنا التيبل مثلا 10، تيبل 10 كلنا بنحبه، عشان النمبر يكون ديفايزبل باي 10 لازم تكون الوانز بتاعته زيرو او ويلو زيرو. قلنا مثلا تيبل 5، تيبل 5 ده سهل يكون الوانز ديجيت يا اما زيرو اور 5، يا تبقى زيرو اور 5. وقلنا مثلا عندنا تيبل 3، تيبل 3 بتعمل بلس للديجيتس، بتجيب الديجيتس بتاعت النمبر تعمل لها بلس وتلاقيها موجوده في مالتيبل لل 5، تكون الصم ده موجود في تيبل 5. عندك تيبل 4 تكون الوانز والتنز موجودين في تيبل 4. وتعالى نشوف نسولف كده الكويشن بتاعي. بقول لي تشوز 117 از ديفايزبل باي كام؟ والله مستر حضرتك قلت لي لما تشوف كلمه ديفايزبل حولها لكلمه ايه؟ مالتيبل، صح؟ بيقول لك النمبر ده 117 مالتيبل لمين؟ ده فيه العلامه بتاعه تيبل مين؟ استنى، هي 117 دي لما يجيب لك سؤال تشوز فانت حاول ان انت تقعد تكنسل حاجات من التشوزز اللي قدامك. والله 117 ده قد يبقى مين اللي في دول فوق؟ اكيد التو دي فولس. ليه؟ لان احنا قلنا عشان النمبر يبقى مالتيبل للتو لازم يبقى ايفن، وده اوله 7، يبقى لا فده فولس. وما دام التو فولس فيبقى اللي زيها الفور كمان فولس، لان الفور برضه لازم يبقى ايفن. فمستر يا اما 3 يا اما 5، يا اما مالتيبل لل 3 يا اما مالتيبل لل 5. طب استنى، مين في دول كمان ما ينفعش؟ يا 117 دي مالتيبل لمين؟ لا يا نوت مالتيبل لل 5، مش هتنفع ال 5. لان قلنا عشان يبقى النمبر مالتيبل لل 5 لازم يكون الستارت بتاع الوانز بتاعته يا اما 0 او 5، يبقى ده اكيد 3. تعالى كده نعمل تشيك نشوف هو في تيبل 3 ولا لا. قلنا مالتيبلز 3 لازم تعمل بلس للديجيتس، السم اوف ديجيتس. تعالى كده اجمع الديجيت 1 و 1 و 7، 1 بلس 1 بلس 7، 1 بلس 1 2 بلس 7 يبقى 9. هل ال 9 مالتيبل لل 3 موجوده في تيبل 3؟ اه، يبقى هي مالتيبل لمين؟ لل 3. طب 370 370 is not divisible. قلنا مستر divisible دي بحولها لمالتيبل، ده بقول لك نوت مالتيبل لمين؟ يعني هتختار الفولس، تختار الحاجه اللي مش هتنفع. فثواني كده، تعالى واحده واحده. 370 دي شبه مين؟ 370 دي شبه تيبل ال 10 اكيد، الوانز بتاعتها زيرو فاكيد شبه ال 10. تعالى كده، وبرده تنفع لمين؟ خلي بالك 370 دي ايفن، اولها زيرو فمستر تيبل 2. وكمان مين؟ ها وال 5، لان تيبل ال 5 الوانز بتاعته 0 و 5، يعني الثلاثه دول ينفعوا. فانا هختار اللي نط اللي ما تنفعش. مين اللي ما تنفعش؟ ال 3. طب تعالى اعمل تشيك، تعالى نجمع كده الديجيتس نعمل لهم بلس. 3 بلس 7 10 بلس 0 يبقى 10. 3 بلس 7 بلس 0، 3 بلس 7 10 بلس 0 10. هل ال 10 مالتيبل لل 3؟ لا، مش موجوده في تيبل 3. طب ذا نمبر، ايه النمبر اللي قلنا على طول ايه؟ مالتيبل. مالتيبل لمين؟ ها؟ مالتيبل لل 4 وال 6. تعالى كده نعمل تشيك ونجرب الاثنين، مين اللي فيه العلامه بتاعت تيبل 4 وتيبل 6؟ مستر هو بالراحه كده، هو تيبل 4 قلنا ايه العلامه بتاعت تيبل 4؟ تيبل 4 لازم يبقى الوانز والتنز، الوانز والتنز موجودين في تيبل 4. مين هنا الوانز والتنز؟ 20. هل ال 20 دي موجوده في تيبل 4؟ اه دي موجوده في 4. طب هنا مين؟ ال 50، هل ال 50 موجوده في تيبل 4؟ تيبل 4 اه انا عارف 4 مالتبلاي 10 ب 40 44 48 52 يبقى لا، يبقى دي لا خلاص كنسلها خالص. طب هنا ده اولى كام؟ 32 ها؟ الوانز والتنز ها؟ هل ال 32 موجوده في تيبل 4؟ اه. طب ال 93 احنا قلنا اصلا لازم يبقى ايفن، لان تيبل 4 كله ايفن برضه، يبقى ده لا. يبقى انا هنا يا اما 220 يا اما 132، يبقى خلاص ال 4 عملت التشيك بتاعها اختبرتها. طب عشان يبقى مالتيبل لل 6، عشان يبقى النمبر مالتيبل لل 6 يبقى موجود في تيبل 2 وتيبل 3، هم دول ايفن موجودين في تيبل 2 تمام. طب ال 3 اعمل السم اوف ديجيتس، جمع الديجيتس 2 بلس 2 4 بلس 0 4. هل ال 4 موجوده في تيبل 3؟ يبقى ده لا. تعالى اتاكد، 1 بلس 3 بلس 2، 1 بلس 3 4 بلس 2 6، ها يبقى هي مين؟ 132. طب
ذا نمبر السيرتي عاملها بلس كام، عاملها اد كام عشان تبقى مالتيبل. مالتيبل للتاني مستر، تعالى نجربهم كلهم، ده اسهل حاجه اللي تشوز. انا اقعد اجرب كله، السيرتي لو عملت لها اد 2 سيرتي بلس 2 سيرتي 2، هل السيرتي 2 مالتيبل للتاني؟ فعلا علامه التن لا. طب عملت اد 5 بقت سيرتي 5، سيرتي 5 مالتيبل للتن لا. عارف مثلا انت لما مثلا باباك يخبط انت مثلا ورا الباب فتقول مين؟ يقول لك انا بابا، فتقول له مثلا قول لي اماره، يقول لك مثلا بقى امارك كذا. انا نفس الفكره، هل لو عملت 6 سيرتي بلس 6 سيرت 6 فيها علامه تيبل التن؟ لا. طب سيرتي بلس 20 بقت 50، ال 50 مالتيبل التن؟ اه لان فيها زيرو. كويس. طب ذا نيكست كويشن بقول لك 90 از ديفايزبل باي كام؟ 90 از ديفايزبل باي كام؟ سؤال مستر، هي ال 90 دي فيها علامه تيبل ايه؟ مستر والله ال 90 ده اولها زيرو، ال 1 بتاعتها زيرو، يبقى دور على اللي فيه 10. استنى دي 10 كويس، فانا هشك في دي. طب ال 90 دي فيها علامه، فيها 2 ده مالتيبل 2 فيها علامه تيبل؟ اه يا مستر ده ايفن كويس. طب ال 3 لو عملت بلس 9 بلس 0 9 موجوده في تيبل 3؟ اه. طب ال 5 اه تيبل 5 بيعمل 1 زي 0 اور 5 يبقى كمان 5. طب ال 6 عشان النمبر يبقى مالتيبل لل 6 يبقى لازم مالتيبل لبوث اوف 2 اند 3، 2 اند 3 توجذر. طب ما هو 2 3 بوث 2 اند 3، ما هو كده يبقى هي مين؟ هتختار بيه. طب هنا بقول لك ذا نمبر از ها على طول ايه؟ مالتيبل، مالتيبل باي 4. قلنا امتى النمبر يبقى مالتيبل لل 4؟ لو ال 1s وال 10s بوث اوف 1 اند 10s ار مالتيبل اوف 4. طب مستر هو هنا مين اللي فيه ال 1 وال 10s مع بعض؟ ال 1 وال 10s هنا اللي هي كام؟ 73. مستر هي 73 ده اصلا اود، ولازم عشان يبقى مالتيبل لل 4 لازم يبقى ايفن. لا يبقى ده لا، ده ايفن ايفن ايفن، يبقى ثلاثه ينفعوا. ثواني بقى تعالى كده، ال 1 وال 10s وهنا ال 1 وال 10s وهنا ال 1 وال 10s، او قلنا قبل 2 زيروز. 34 موجوده في تيبل 4، 4 8 12 16 20 24 28 32 36 يبقى لا، 12 اه 14 لا، يبقى هي مين ده؟ طيب اللي بعد كده تعال نشوف اسئله الكومبليت. بقول لك ذا نمبر از ها مالتيبل، مالتيبل باي 2، امتى النمبر يبقى مالتيبل لل 2؟ لو ال 1 بتاعته ايه؟ ايفن، برافو. لو هو ايفن يعني ايه ايفن؟ يعني 0 2 4 6 8 الحاجات اللي ينفع تعمل لها ديفايد. طب ذا نيكست كويشن ذا نمبر از ديفايزبل باي 10، ها مالتيبل، مالتيبل ما تغلطش بقى، امتى النمبر يبقى مالتيبل لل 10؟ مالتيبل لل 10 يا مستر لو ال 1 ديجيت ايه؟ 0، لو ال 1 فيها 0 على طول، لو ال 1 بتاعته هو له 0. اتش هول نمبر، اي هول نمبر اكسبت الزيرو از ديفايزبل باي كام؟ ها هو ليه قال لك اكسبت الزيرو؟ ليه قال لك اكسبت الزيرو؟ لان الزيرو ما ينفعش اعمل له ديفايد على نفسه على اتسلف. فهو اتش هول نمبر اي نمبر ينفع اعمل له ديفايد على مين؟ على اتسلف. از ديفايزبل او از مالتيبل باي اتسلف، ينفع اعمل له ديفايد على اتسلف. طب ليه عمل اكسبشن الزيرو؟ لان الزيرو ما ينفعش اعمل ديفايد على زيرو، ازاي زيرو اقسمه على زيرو؟ لكن انا ممكن اقول لك 0 ديفايد 5، ما معيش فلوس بقسمها على 5، محدش هياخد حاجه. لكن 0 ديفايد 0 ده انون، ده حاجه اصلا ما نعرفهاش، مش مالهاش مينينج، مالهاش معنى اصلا. ازاي اعمل ديفايد على 0؟ ازاي اجيب حاجه واقسمها زيروز؟ ها؟ ذا سمولست نمبر كان بي سبتراكتد، مين النمبر اللي اقدر اعمل له سبتراكت؟ يعني ماينس من ده فروم ده تو ميك ذا ريزلت از ديفايزبل باي 4. ثواني هو النمبر ده كام؟ 721، هماينس منه كام عشان يبقى 4؟ عشان ينفع اعمل ديفايد على 4، عشان تطلع الانسر ديفايد باي 4. مستر هو امتى النمبر يبقى مالتيبل لل 4؟ لو ال 1 وال 10s، ال 1 وال 10s ار مالتيبل اوف 4، لو بص اوف 1 اند 10s از مالتيبل اوف 4. طب هنا ده 21 عشان تبقى ديفايد على 4. طب لو عملت سبتراكت 1 باي 20 هل 20 تنفع؟ اه 4 8 12 16 20، يبقى انا هنا مين؟ هعمل هكنسل 1، يبقى هنا هعمل سبتراكت كام؟ هكنسل 1. يبقى النمبر ده هعمل له سبتراكت كام؟ هكنسل منه كام؟ هكنسل منه 1 عشان ينفع اعمل له ديفايد على 4 عشان يبقى 20. طيب اللي بعد كده ذا سمولست 3 ديجيت نمبر، واحده واحده بقى. ديفايزبل قلنا ديفايزبل يعني مالتيبل. ها؟ ذا سمولست 3 ديجيت نمبر، اصغر 3 ديجيت نمبر عشان يبقى مالتيبل لل 3 وال 2 وال 10. ها؟ يبقى مالتيبل اوف 3 و 2 و 10 سواء
هو سمولست 3 ديجيت. مين اللي سمولست 3 ديجيت عندك نمبر مستر؟ هي 3 ديجيت يعني فيها 100، يعني مثلا بدأ من اول 100. تعالى كده نشوف، هل ال 100 مالتيبل لل 10؟ اه. طب مالتيبل لل 2؟ اه. مالتيبل لل 3؟ تعالى كده نعمل لهم اد 1 بلس 0، 1 بلس 0 ب 1. لا طب تعالى نجيب الافطر منه 101. هو عايز حاجه صغيره فهجرب اللي بعده. 101 ده اصلا مالتيبل لل 2 يبقى لا ما جربش. طب 102 مستر، 102 ها 102 102 اصلا ده مش مالتيبل لل 10. طب انا اللي يهمني مين؟ تعال نشوف الكبير عشان مستر يطلع مالتيبل لل 10. ها مالتيبل لل 10 لازم تكون الونز بتاعته زيرو، فانا اجرب 100. لا طب 100، طب 110 ده مستر هو مالتيبل لل 10 ومالتيبل لل 2، مشكلتي بس في ال 3. اعمل لهم اد 1 بلس 1 2 بلس 0 يبقى لا. طب جرب 120، 120 مالتيبل لل 10 صح، وعدل المالتيبل اوف 2، عدل الاختبار بتاع 2. طب مالتيبل لل 3 اعمل لهم بلس 1 بلس 2 3 بلس 0 يبقى هي 100 كام؟ 20. كويس. طب اللي بعد كده ذا فود بانك، بقول لك البنك بتاع الطعام وانت تو ديستريبيوت، عايز يعمل ديفايد للنمبر ده خلاص. از ات بوسيبل، هل هو ينفع تو ديستريبيوت ذا بوكسز امونج 6 فيلجز؟ تنفع تقسم البوكسز العلب ديت او الصناديق دي على 6 كره ايكوال زي بعض؟ هي اصلا امتى ينفع اعمل ديفايد على 6؟ ديفايد باي 6 لو هو مالتيبل لل 6. هو قصدي يقول لك هل النمبر ده مالتيبل لل 6؟ ثواني، هو النمبر ده مالتيبل لل 6؟ هو امتى يبقى مالتيبل لل 6؟ لو هو مالتيبل لل 2 في العلامه بتاعه تيبل لل 2 والعلامه بتاعه تيبل لل 3. ده مالتيبل لل 2 هتقول له 354 از مالتيبل لل 2، هو مالتيبل لل 2 ليه؟ لان ايفن ممكن تكتب له جنبه ايفن. طب هل النمبر ده مالتيبل لل 3؟ طبعا اعمل كده بلس 3 بلس 5 8 بلس 4 12، وال 12 مالتيبل لل 3 موجوده في تيبل لل 3 يبقى تقول له 354 از a multiple of 3. then 354 is a multiple of 6 يبقى هو multiple of 6. ولو جيت تعمل divide باللونج ديفيجن هتلاقي ان النمبر ده لو جيت تعمله divide by 6 هتلاقي نفع، مفيش فير من ده. ده انت لو عايز تعمل تشيك. طب اللي بعد كده بيقول لك 4 multiply 6 is 24، 4 multiply 6 ب 24 equal 24. then each of the 24 دي divisible يعني multiple، 24 دي multiply لمين ومين في المسأله؟ الكويستشن اللي قدامك 24 دي بجيبها من تيبل ايه وتيبل ايه؟ ها؟ يبقى بجيبها من تيبل 4 اند تيبل 6، لان ال 4 ممكن اعمل لها تايمز حاجه وال 6 تايمز حاجه، يبقى هي مالتيبل اوف بص اوف 4 اند 6. الكبير ده مالتيبل للتو نمبرز دول الصغيرين. طب لو اخدت لك واحد من الصغيرين ايه علاقته بالكبير؟ لما اقول لك مثلا محمد ابن فوزي، عايز ابدا بفوزي، ايه علاقه فوزي بمحمد؟ بابا فوزي بابا محمد او ابو محمد، انا نفس الفكره. هي 24 ايه علاقته بدول؟ ده التايمز بتاعتهم، يبقى ده المالتيبلز اوف كام؟ اوف 4 اند 6. طب ال 4 ايه علاقتها بال 24 الكبيره؟ فاكتور. برافو. يبقى ال 4 فاكتور اوف 24 بتصنع، ال 4 دي بتصنع 24. بكده بقى الاسم بتاعنا انتهى. لو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه.